الحمد لله الذي أرسل إلينا خاتم النبيين وجعل الصلاة عليه قربة إلى رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال تعالى فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم أيها المؤمنون قال أبي بن كعب رضي الله عنه يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي أي كم أجعل من دعائي لك فقال صلى الله عليه وسلم ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها أي أجعل لك دعائي كله قال إذا تكفي همك ويغفر لك ذنبك فمن أراد أن يسعد في الدنيا براحة البال وطيب الحال فيفوز في الآخرة بمغفرة السيئات ودخول الجنات فليداوم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقوله تعالى بقول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الناس دعاء فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ودعت له الملائكة الكرام قال عليه الصلاة والسلام ما صلى عليه أحد صلاة إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي عليه فليقل عبد من ذلك أو ليكثر فلنكثر من الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبها تعظم في قلوبنا محبته فتآسى بهديه ونتخلق بأخلاقه التي مدح بها ربه في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم فاللهم وفقنا لكثرة الصلاة على نبينا وارفع بها في جنة درجاتنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله أيها المصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إن من الأوقات التي تستحق فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ومنها هذا اليوم المبارك يوم الجمعة فإن صلاتنا فيه تعرض على نبينا صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فاكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي فلتكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رفيقة لنا في جميع أوقاتنا ولنعود بناتنا وأبنائنا على الإكثار منها فاللهم صلي وسلم وبارك على خاتم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله نبي الرحمة والهدى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى آله وصحبه الكرام اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وادخل اللهم في عفوك وغفرانك ورحمتك آبائنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ومن له حق علينا اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة.